أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، يسعدنا اليوم أن نقدم حلقة خاصة عن رحيل المترجم العربي الكبير محمد العيد إبراهيم. محمد العيد إبراهيم شاعر ومترجم عربي من العيار الثقيل، وبرحيله يعني يترك لنا زخما وكما هائلا من الترجمات المتنوعة في المجال الفكري والأدبي. لذلك نخصص هذه الحلقة للمترجم والشاعر العربي محمد العيد إبراهيم مع سؤال كبير: ما المعنى أن تكون مترجما في العالم العربي؟ نعرف ما الترجمة وماهيتها، وكذلك نعرف العمل المضني للترجمة. محمد العيد إبراهيم شاعر ومترجم من الديار المصرية، وهو من مواليد القاهرة عام 1955، يعني أنه ولد بعد 3 سنوات من ثورة الضباط الأحرار. خريج الجامعة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1978. له العديد من المقالات والدراسات، وترجمت أشعاره إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية وإلى لغات متعددة. أنشأ سلسلة أفاق للترجمة في هيئة قصور الثقافة بمصر، وعمل كذلك مديرا لهذه السلسلة على ما يزيد من سنتين. ركزوا معي على ما يزيد عن سنتين، أصدر فيها 54 عملا إبداعيا. دار 54 عمل إبداعي وفكري ترجمه ألمع الكتاب المصريين والعرب، ويشهد له خلال ترأسه لهذه السلسلة أنه منح أو فتح المجال للعديد من الكتاب العرب والمصريين، وكان يركز على عملية الترجمة في بناء الإنسان العربي. كان يركز على الترجمة في بناء الإنسان العربي، وكان همه الوحيد، كان يقول دائما ويردد بأن الإنسان يجب أن تكون له ثقافة، وأن نبني الإنسان العربي على المستوى الثقافي والمعرفي، وبعد ذلك نتركه للاختيار. هذا الرجل أو هذا المبدع الكبير عمل كذلك مديرا تنفيذيا على المشروع القومي للترجمة في المجلس الأعلى للثقافة، وقام بتطويره بشكل كبير جدا. كان هذا الرجل إذا ما تولى أو يعني مصلحة يعني أو لها علاقة بالترجمة يبدع فيها بشكل كبير جدا جدا. أنشأ سلسلة نقوش للفن التشكيلي، وكذلك عمل لها مديرا ما بين 1997 1998، وأصدر من خلالها ما يزيد على 15 عدد. وكانت فكرته أن تتناول هذه الرسومات بالأبيض والأسود، ولها الكثير من الدلالات. أصدر ما بين 1980 و 2015 13 كتاب شعريا، من بينها طيور الوحشة، والكتاب الرائع الملك الأحمر، وكذلك ديوان مخلب في فراشة، وديوان بكاء بكعب خشن، وأيقونته وعمله الجميل جدا السندباد الكافر. وما أدراك ما يحتوي هذا الكتاب السندباد الكافر من رؤى ومن تصورات، وكذلك عيد النساج. هذا الرجل وهذا المبدع ترجم إلى اللغة العربية ما يناهز 70 كتابا،
وأقول وأسطر عليها 70 كتابا بين الرواية والشعر والقصص والمسرحيات. هذا الرجل خلد يعني خلال 40 عاما عاش من أجل الإبداع وفي ظل رحاب الإبداع، أنه خصص كل وقته لعمل الترجمة، وكان يعرف القصد من هذا العمل، وكان يعرف أن وسيلتنا للتحضر وللرقي وللوصول إلى الأمم المتقدمة يجب أن تمر أو نمر عبر خطوة الترجمة. لذلك هذه الالتفاتة وهذه الحلقة نخصصها لهذا المبدع الكبير المتواضع الذي غني بتنوعه الفكري وكذلك بآرائه. لهذا المبدع يعني 1000 تحية وتحية، يعني حلقات يمكن أن نتحدث فيها عن هذه الأعمال وعن ما تركه للأجيال العربية، تغمده الله بواسع رحمته. ونتمنى أن تلد أمهاتنا في الوطن العربي أمثال هذا المترجم الكبير الذي هو غني عن التعريف، وكذلك هذه الأعمال التي تركها زخما كبيرا ووقودا من أجل الرؤى ورؤية الآخر، تغمده الله بواسع رحمته. وإلى لقاء آخر، كل المودة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.